سنواتكم يوم طبعنا دجاج وبطاطا بالكاري، أكلي ولا أطيب من هيك. تحتاج طبختنا لليوم 2 كيلو من سفين الدجاج قطعتهم رفيع، حبة فلافل كمان رفيع، حبتين من البصل جوانح، حبة جزر فيكن تقطعوها كيف ما بدكن، ربع دمة كزبرة، كمان بدي كاري، نص كيلو بطاطا مربعات صغيرة، ملح، بابريكا، زيت نباتي، قطعة زنجبيل صغيرة فرمتها ناعم، 5 حصص من الثوم كمان فرمتهم ناعم، بدي نص كوب من الكريمة للطبخ، وهون غليت حليب وبرد جوز الهند، لأنه طبختنا بتحتاج لحليب جوز الهند. بدي تبل البطاطا لأشويها، بتحتاج لملح ملعتين، ملعقة بابريكا، نص كوب صغير من الزيت النباتي، بدي احركهم منيح اخلطهم مع بعضهم مظبوط لحتى افوتها على الفرن اشويها. انا افوتها على الفرن درجة حرارته 180، بدهم تقريبا 15 دقيقة ليكونوا استوى. تقريبا نص كوب صغير من زيت النباتي، لنبلش نقلي الخضرة ونطبخ الدجاج بالكاري. زيد البصل، قلت انا هو بصلتين، دايما بس حط البصل على النار بحط له رشة ملح ليفيد ميته. دبلت شوي البصلة، بدي زيد الجزر كمان، زنجبيل، ثوم، هودي 5 حصص من الثوم. من بعد ما تقليت الخضرة بدي زيد الدجاج، نضيف ملعقتين ملح، كمان ملعقتين كاري، كزبرة خضراء، هلا بدي اضيف الفلافل، حبة فلافل الخضراء. صار عندي هالمزيج الحلو من الالوان اللي هي جزر، ثوم، زنجبيل، فلافل مع الدجاج والكزبرة مع الكاري، ريحة ولا اشهى من هيك، ريحة كثير قوية. بدي خفف النار تحتها من بعد ما استوى الدجاج، اكيد بنحرص انه يستوي الدجاج مظبوط عشان ما يدور. هلا بدي اضيف الكريمه، كريمه الطبخ، بدي اضيف حليب جوز الهند، انا حضرته، هلا فينا نشتريه خالص، انا حضرته برز جوز الهند مع حليب سائل، غليتهم شوي على النار، صار عندي نكهه حليب جوز الهند. خلي صفي منيح زي ما متابعين. أضيف الكمية كلها، وهيك شفنا هون بقي عنا البرش اللي عطى النكهة الطيبة للحليب.
بدي اتركها 3 دقايق تغلي مع بعضها، تاخد نكهة الكريمة، تستوي الكريمة والحليب مع بعضهم، بتصير جاهزة للسكب. بهالوقت تكون البطاطا استوت. من بعد ما استوت البطاطا عم نسكبها بكعب الصحن لنسكب الدجاج فوق. بدي اسكب الدجاج فوق البطاطا. اذا منتبهين الصوص تعولها هيك خفيفة، يعني صوص دجاج ممزوج بالصوص. فينا اذا بدنا ناكلها مع رز على جنب، فينا نكتل الكريمة ونحط شوي من مرق الدجاج معها، كمان بتطلع طيبة، بس انا بفضل هذا الكومبينيشن مع البطاطا بتطلع رائعة. ما بخبركم ريحتها شو طيبة.